أحمد السيد، شكرا على تلبية الدعوة. كان واحد نقاش جدي خلال الأيام الأخيرة بمدينة القنيطرة، خصوصا في الجانب الرياضي، حول المنحة المخصصة للنادي القنيطري. يوم أمس شفنا واحد البيان شديد اللهجة موجه إلى المجلس البلدي حول قيمة المنحة، تم وصفها بأنه تم تقليصها، تم تأخيرها، وفي احتجاج صريح. ما هو رأي لجنة الميزانية والمالية بصفتك نائب رئيس فيها حول ما قيل في بيان النادي القنيطري؟ اولا خصنا نعرفوا بانه في الدوره الاخيره او في دوره الميزانيه، دوره اكتوبر، كنا صادقنا خصصنا ما يقارب 450 مليون للرياضه، وفي الدوره الاخيره دوره فبراير خصصنا مجموعه من الجمعيات الرياضيه اعتمادات ماليه اللي تقدر انه كنشوفهم حنا كمجلس انها تقدر انها تكفيهم. خصصنا الفريق النادي القنيطري 250 مليون ماشي كمنحه ولكن من الناحيه القانونيه، في اطار اتفاقيه شراكه، لان المنح كتعطى منطوق ديالها القانوني كتعطى باقل من 50,000 درهم، فحنا كنتكلموا على في اطار اتفاقيه شراكه مع النادي القنيطري ان صادقنا على اعتماد 250 مليون بالاضافه في حاله صعود نادي القنيطري، اننا غادي نعطيو للفريق 100 مليون اي 100 او مليون ديال الدرهم في حاله الصعود. شفنا البيان ديال الكاك، انا قبل ما نكون عضو في مجلس الجماعه القنيطره او عضو اللجنه ديال الميزانيه والماليه والبرمجه، فان ولد قنيطره ترعرعت كذلك في نادي القنيطري. شفنا البيان ديال المكتب، كان زعما كنتاسفوا الوضعيه الماليه والضيقه اللي كيعيش فيها المكتب. كنقول بانه اللي كنعرفوا حنايا، حنا صدقنا على 250 مليون انها تمشي للنادي القنيطري. كيبقى للرئيس المجلس باعتباره امر بالصرف واش انه يعطيها كامله للفريق او لانه يجزئها، فكتبقى السلطه التقديريه خاصه بالرئيس. حنا كمجلس او كلجنه الماليه او حتى اللجنه ديال الرياضه والثقافه غير مسؤولين على تجزيء ديال الاعتماد. فاللي عندنا حنايا اننا حنا صادقنا على 250 مليون سنتيم لفريق النادي القنيطره بالاضافه ل 100 مليون منحه. الرئيس باعتباره امير الصرف هو اللي ممكن انه يتصرف في هذه القضيه. هناك حديث حول تاخير المنحه، واش كاين واحد وقت زمني محدد للاسراع في صرف المنحه، او الرئيس عنده صلاحيه زمنيه مفتوحه في اي وقت ممكن يصرف المنحه؟ وهو زعما من بعد ما كي من ناحية القانونية، من بعد ما كيصادق المجلس على اتفاقية الشراكة كتحال على السلطات اي العمالة، من بعد ما كيأشر عليها العامل كيولي للرئيس الصلاحية بانه من غدا انه يصرف المنحة، فغير محددة انها باجل معين. فور المصادقة ديال المجلس على الاتفاقية وفور تأشير ديال السلطة على الاتفاقية، فبالتالي كيكون الرئيس انه عنده ديك الساعات صلاحية باش انه يصرفها في الوقت اللي كيبان ليه مناسب. بجانب مسألة المنحة، لكن خارج اختصاص اللجنة، اتحدث معك امس بشكل عام كمستشار بالمجلس، كان حديث حول منع الجمهور من ولوج الملعب لأسباب اختلف الحديث عن خلفيته، من تأخير الإصلاحات، من عدم تسليم الملعب. بغينا نتأكد من واحد معلومة، واش المدرجات يعني اللي من وراء الشباك هل تم تسليمها للمجلس البلدي؟ لأنه حسب مصادر خاصة ما زال هناك واحد واجبات مالية لم يؤديها المجلس إلى الشركة المكلفة بالإصلاح. هو اولا خصنا نفهموا بانه هناك العديد ديال المشاريع اللي تعثرات، من بينها مشروع ديال اعاده هيكله ملعب نادي القنيطري على غرار المركب الثقافي ومجموعه من المشاريع الكبرى الاخرى، وهذا الشيء حنايا نددنا به، وزعما كنا تنقولوا بانه التاخير ديالو ربما انه يقدر يدي الاشياء اللي لا تحمد عقباها. إعادة إصلاح الملعب ديال الملعب البلدي اللي دام 7 سنوات،
كنظن بانه خاصنا كاملين انه نتكاتفوا منتخبين وسلطات باش اننا نسرعوا في عمليه الانجاز ديالو. اللي كاين الان هو انه اعاده الاصلاح ديال الملعب مازال ما اكتملاتش، مازال خاضع للتهيئة. فبالتالي هنا القانون تقول بانه اي بناء مازال ما تكتملش من ناحيه التقنيه، ما يمكنش لنا انه الناس انهم يولجوه، فما بالك بالجمهور. لكن انا كنظن بانه هناك بعض المدرجات اللي صبحت جاهزه ممكن انه الجماهير يدخلوا ليها في المدرجات اللي بجانب في الجانب، هذوك ممكن هذوك سنوات هما ديجا واجدين. انا كنقول بانه هاد المدرجات ممكن انه باتفاق ما بين المكتب ديال الكاك والمجلس والسلطه انهم يلقاو واحد صيغه معينه باش ان الجماهير يولجوا لهاد المدرجات. بين المسائل اللي قليل اللي كيعرفها في الجيل الحالي ان عائله الصياد هي عائله كرويه، وبالتالي رياضيه بشكل عام، عندها يعني عندكم واحد الثقافه ديال الرياضه وعلى درايه منها على امتداد واحد سنوات طويله من بدايه القنيطره. بغيت نعرف شنو هو نظرتك اول حاجه كابن عائله رياضيه، وثاني حاجه كعضو مجلس بلدي لتاثير النتائج الانديه الرياضيه على التسويق الرياضي للمدينه. يعني لان عارفين التسويق الرياضي كنشوفوا مثلا على المستوى الاوروبي او على المستوى العالمي كيفاش كيتم استغلال الانديه الرياضيه في تسويق المدينه واستفاده منها سياحيا وبالتالي بشكل ادق ماديا واقتصاديا. نعم، اولا لا جدي ولا 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 عم الوالد ديالي دازوا فواحد المرحله ذهبيه من تاريخ الرياضه القنيطريه. علي الصياد الجد ديالي كان في اول تشكيله للنادي القنيطري، في اول تشكيله مازال ناقل ما هذه هو في القايته اللي كانت مدينه القنيطره كتعرف بالانديه الرياضيه ديالها، بل انه كان عنده بعد سياسي، بل انه ما كانتش غير كتمارس الرياضه هكا، بل ان عنده واجب وطني. بالإضافة أنه ديجا كان رئيس ديال الكاك في سنوات السبعينات. المختار الصياد كان النجم ديال الكاك باسكيت ونجم المنتخب المغربي، وفي ديك الفترة هو فين كان المنتخب المغربي شارك في كأس العالم. يعني بغيت نقول لك بأنه الكاك أو الرياضة القنيطرية أون جينيرال كانت في واحد الحقبة متميزة على الصعيد الوطني حتى الدولي. الواقع اللي كاين الآن هو اللي كنا حنا رسمنا فيه الرئيس في أكتوبر، في نوفمبر رسمنا فيه الرئيس من خلال زعما يعطينا جواب على المنحة اللي تعطلات مخصصة للكاك، بالإضافة أنه نفتحوا نقاش على الرياضة في مدينة القنيطرة. للأسف أن الرئيس لم يبرمج هذا السؤال كتابي لأشياء خارجة على القانون. المطلوب الآن هو أن نفتحوا نقاش مجتمعي داخلي، جميع الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي، كل شيء يجلس ونضع السؤال علاش الرياضة القنيطرية نتراجع لهذا الحد، باش ديك الساعة تلقوا السبل ولقوا الطريق من أجل أننا نحلوه ونحيدوا كاع المشوشات من الصراعات الذاتيه والصراعات حول لي بوزيسيون الى اخره، ونفكروا في الرياضه القنيطريه ان نرجعوها للمجد ديالها. شكرا لك سي احمد على التلبيس. شكرا لك.